عقل عماد بن جلون المدير العام ديال شركة حضرية بيتار شركة المنظمة ديال هذا المعرض. هذه الدورة الأولى ديال هذا المعرض هو معرض ديال التواصل وأي تظاهرات اللي كتنظم، وهذا فريد من نوعه لأول لأن كان اليوم هنا خصاص هذا القطاع لأن كاس الناس يعرفوا شنو هو آخر تسميات وآخر تسميات في هذا القطاع باش كلهم يستثمروها في جميع التظاهرات اللي كتنظم في المغرب. وإن شاء الله هذه فرصة والحمد لله تقريبا عندنا 50 عارض وكنتظروا واحد 5000 زائر اللي جينا وتقريبا الزوال يجيونا تقريبا شي 12 دولة اللي عندو الحضور ديالهم. وكاين واحد برنامج علمي اللي فيه تقريبا 7 ديال الندوات وكاين دوائر مستديرة وغادي تكون عدة أنشطة اللي توازي الأنشطة ديال المعرض. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا كما فصلتي نائبة عمدة مدينة الصدى البيضاء، حنا في مجلس المدينة جينا كندعموا هذا الصالون ديال ليفينمونسيال بالنظر لهذه الأهمية ديال هذا السيكتور ديال ليفينمونسيال، الأهمية ديالو كما قلت الاقتصادية بحكم أنه كيدعم يعني الناتج الداخلي الخام وكيبين صورة المغرب، لكن الأهمية ديالو كذلك بالنسبة للتشغيل لأنه هذا ليفينمونسيال سي أن سيكتور اللي كيشغل بزاف ديال لي جون. فمن هذا المنطلق حنا في مجلس المدينة كنا بأن كان لازم أننا نجيو نحضروا باش نقولوا لهاد الناس بان حنا معاهم وحنا غادي نعاونوهم ان شاء الله في هذا سير بروميي سالون الدوزيام والتروازيام بهدف اننا نعاونوا الشركات الصغرى ونعاونوا دوك لي جون اللي كيديروا شركات في هذا المجال ديال المونسيال. Bonjour à tous, ici je vous présente c'est Jacques Eke. On est dans le salon de l'événementiel, c'est la première fois au Maroc. Moi je suis organisateur de soirée privée et aujourd'hui c'est ma première fois ici et j'aime bien. Il y a du beau monde, c'est sympathique. Bonne ambiance et j'espère faire partenaire avec de ces grandes personnes qui sont ici ce soir. C'est un plaisir. Donc voilà, merci à soi de m'avoir donné du temps pour me présenter et parler de mon avis sur le salon. Et voilà. ما تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.